الخطوة الأولى إن كانت الحكومة محقة في محاربتها للفساد، ما هي الخطوة الأولى لإيقاف هذا الفساد المتفشي والمستشري؟ أنا أعتقد الخطوة الأولى هو اتخاذ قرارات جريئة. يعني مثلا عندنا سرقة القرن، سرقة القرن يعني أعتقد لو يلاط اللثام عنها وتبحث بشفافية عالية ويقدم نور أمام محكمة علنية أمام الجميع ويقدم كل الكشوفات ومن هم كانوا مرتبطين به، ما هي الأسماء، ما هي الأحزاب، أنا أعتقد يعني كرة الثلج راح تكبر وراح تكشف لنا مجموعة كبيرة من القوى اللي متعشعشة بالجهاز الإداري والجهاز المالي للدولة العراقية بحيث يوصل إلى هذه القضية. أنا أعتقد هذه بداية. إذا السيد السوداني يحاول يعني ولو أني نحترم القضاء، هذه مهمة القضاء، يعني أعتقد أكو قضية هنا أنا زين يكون هناك فالتنسيق بين الأجهزة أجهزة الدولة. إذا تكون هناك محكمة علنية ويجرون كل الأحزاب والشخصيات والكتل السياسية اللي مرتبطة بهذه السرقة، مو من السهل أنا أعتقد واحد يسرق مليارين بدون دعم وبدون قوة وبدون ميليشيات وبدون أحزاب سياسية. أقول لك يا صراحة يعني، فلهذا أنا أعتقد إذا كانت يعني هذه مدخل، أنا أقول هذه مدخل وأن لا تكون كشفنا للجرائم وللفساد لأجندة سياسية، لأنه كأنه الآن الخلل بالكاظمي. أنا مثل ما قلت من زمن العبادي ومن زمن عادل عبد المهدي ومن زمن الكاظمي الفساد كان موجود، كان متغطى عليه بحكم الحرب الداعش. بصراحة أقول لك إياها بحكم الحرب مع داعش كل الناس بتتكلم وياه على الفساد، لكن الآن أصبح هو بصراحة آفة كبيرة تستنزف كل موارد الدولة. يعني حتى عادل عبد المهدي يقول صرفنا إلى 2000 وتقريبا 16 إحنا كان ميزانية 860، هو يقدر عدد المسروق أكثر من 450.